تشاهدون إذن الجيش وعناصر قوات الأمن المتقاعدين في مواجهة في هذه الأثناء مع عناصر الجيش اللبناني وقوات الأمن التي تعمل على حفظ الأمن في محيط البرلمان اللبناني. كانت الأمور هادئة قبل ساعات من بدء الجلسة في تحرك احتجاجي سلمي للمتقاعدين من العسكريين في عند مدخل البرلمان اللبناني، ولكن سرعان ما تمكن هؤلاء من اقتحام المكان والوصول إلى نقطة متقدمة قريبة من المدخل الرئيسي الذي يؤدي إلى القاعة التي تجري فيها الجلسة التي من المقرر أن تقر موازنة العام 2022. اعتراض هؤلاء المتقاعدين هو بالتحديد على تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية وتحول رواتبهم التقاعدية إلى بعض الأوراق النقدية غير القادرة على مساعدتهم في استكمال حياتهم بطريقة تحفظ كرامتهم. في هذه الأثناء إذن هؤلاء يقفون في مواجهة مع الجيش ومع قوات الأمن. كان هناك إطلاق للقنابل المسيلة للدموع، ولا تزال الأمور حتى هذه الساعة متوترة بانتظار ما ستؤول إليه جلسة البرلمان في حال استمر الوضع الأمني خارج وفي محيط البرلمان على ما هو عليه. جيش الحشفوري العربي من أمام البرلمان اللبناني. وتبقى معنا مراسلتنا من بيروت جويس الحال. جويس، أهلا بك. يعني ما هي أبرز مطالب هؤلاء المحتجين والمتظاهرين من كل الفئات اللبنانية؟ أنا لم أسمع السؤال بسبب رداءة الاتصالات هنا في مقر البرلمان اللبناني. سأختصر المشهد. قبل قليل تمكن وفد من العسكريين المتقاعدين من الدخول إلى البرلمان اللبناني لمواجهة أو لحضور جزء جانب من الجلسة التي تعقد للقاء المسؤولين في الداخل ولنقل مطالبهم واعتراضاتهم على الصيغ التي تتعلق بهم فيما يتعلق برواتب العسكريين والمتقاعدين من العسكريين في الموازنة. الجلسة مستمرة في البرلمان اللبناني، ورئيس البرلمان قال قبل قليل أن إحدى النقاط الأساسية لإقرار الموازنة اليوم هو تفادي ما حصل خارج البرلمان. كما شاهدنا خارج البرلمان كان هناك مواجهة بين الجيش وبين المتقاعدين، وهذا هو المشهد الأول من نوعه في لبنان منذ الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وبسبب هذه الإجراءات أيضا كان هناك منع للصحفيين من التقاط الصور إلا بسرعة كبيرة قبل وضعنا في هذه القاعة وإغلاق أبواب البرلمان ومنعنا من الخروج لحين إخراج المجموعة التي كانت في محيط البرلمان إلى الخارج إلى الشارع الرئيسي. البرلمان يستمر إذن في مناقشة هذه الموازنة، وإن كان بعض النواب يخرجون من القاعة بين الحين والآخر وهناك اعتراضات يتم تداولها داخل الجلسة، كل نائب يدلي بملاحظاته على هذه الموازنة، ولكن الأمور يبدو أن هناك قرار بإقرارها اليوم وتبدو الأمور داخل الجلسة. وإن كانت هناك اعتراضات يبدو أن الجلسة تسير وستستمر إلى حين إقرار هذه الموازنة. نعم جويس، إذا كنت تسمعينني، يعني ما الذي يطلبه هؤلاء المحتجون من أعضاء البرلمان على وجه التحديد؟ يبدو أن زميلة جويس الحاج لا تسمعنا بشكل جيد، ربما نعود إليها في سياق هذه الفترة الإخبارية.